السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 9/8/2022 في مصر. استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة 19.08 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي مصر نحو 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع. وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار 19.08 جنيه شراء، 19.19 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع 19.09 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، ومن فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.